خدعنا الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهلي سيد القرى واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال الضربة القاضية هتتشال الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا اهلا بحضراتكم الجديد. يعني الجميل السنه دي ان احنا جمعنا البطولات رجال وسيدات. يعني بدانا بطوله عربيه في شهر 8 والدوري دلوقتي رجال وسيدات، فالحمد لله يعني القطاعين او الفرعين ماشيين بشكل مميز جدا جدا. منوريني في الاستوديو اربعه من نجوم الفريق، دايما اساميهم يمكن جمهور النادي الاهلي عارف اساميهم وليهم دور كبير جدا سواء مع النادي الاهلي او ايضا مع منتخب مصر. في البدايه برحب بنجم الفريق الكابتن محمد البيلي. اهلا بك يا كابتن محمد. اهلا وسهلا يا كابتن هيثم، ومبسوط مع حضرتك وفي قناه النادي الاهلي. نورتنا والف مليون مبروك حبيبي، ربنا يخليك. منورنا في الاستوديو احد اللاعبين السنه دي اللي عامل موسم كويس. قبل ما نطلع على الهوا قلت له الحقيقه انا متابعك وعملت موسم كويس. معانا شادي مجدي نجم الفريق. اهلا بك يا كابتن شادي. حبيبي يا كابتن هيثم، ازي حضرتك؟ منورنا والف مليون مبروك. بطوله عربيه دوري حاجه كويسه حضرتك، وانا مبسوط ان انا معاك النهارده. منورنا يا كابتن. ربنا يخلي حضرتك. كابتن الفريق واسطورتنا الحقيقه، واسمه مرتبط مع جماهير النادي الاهلي في كل شيء، انتماء واخلاص وخلاص واداء وحب كل شيء. يعني الحقيقه هو ليه كاريزما، حتى وقاعد معانا في الاستوديو تلاقيه عامل يعني جو من البهجه. الكابتن السيد لامين. اهلا بيك يا كابتن سيد. اهلا بيك كابتن عيسو، ربنا يبارك فيك. حقيقي بقوله والله، يعني انت ما شاء الله من اول ما دخلت كل الاستوديو عمال يضحك. نسال الله الاخلاص وربنا يبارك لنا في حياتنا كلها يا رب وفي النادي الاهلي طبعا. اسطوره كبيره يا كابتن. الله يبارك فيك يا حبيبي، ربنا. معانا احد نجوم الفريق واللي برده السنه دي على فكره بالمناسبه عمل موسم جيد جدا، وكان ليه دور كبير جدا في بعض المباريات في حسمها، ولاعب راجل، لاعب قوي جدا، لاعب الحقيقه بينال ثقه كبيره جدا من الكابتن اشرف عبد الفتاح رئيس الجهاز. معانا وبنرحب بيه الكابتن عمر بدير. اهلا بيك يا كابتن عمر. اهلا وسهلا يا كابتن عيسى. يعني دايما كابتن اشرف بيثق فيك جدا وثقته دايما عند محلها، عمرك ما خذلته. الحمد لله. صحيح؟ صحيح. صحيح. اجي كابتن سيد بقى كابتن الفريق، كابتننا الكبير. موسم كان صعب شاق، في صعاب، المكسب ما بيجيش من فراغ لانه يعني المكسب بيجي بتعب مع موسم طويل زي ده بيتخلله صعاب كتيره وكورونا وغيره وغيره. كلمنا عن الموسم يا كابتن سيد. هو في البدايه الموسم كان يعني كان مترتب له عادي اللي هو يخلص في شهر 3 او شهر 4 بالكتير، بس بعد الانتخابات بتاعت مجلس اداره الاتحاد وبتاع الموضوع طول قوي لحد يمكن 30/5 اهو. تمام. الموضوع كان صعب ان انت تفضل تحافظ على الفورمه بتاعتك وتركيزك، وان الفرقه طبعا يعني ما تلعب مده كبيره ومستني بطولات. قعدنا مده كبيره مستنيين بطولات تتعمل. التمرين بدون هدف رخم يعني، بيبقى ممل زياده عن اللزوم، واللعيبه بتتعب. وحتى يعني يمكن مثلا بيلي كان عنده احتراف، انا كان عندي احتراف، في بعض اللعيبه لسه ما ربنا ما كرمهاش بموضوع الاحتراف ده، فبيبقى محتاج وقت تمام قليل عشان يقدر يخش منافسات كتير 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 يبقى مبسوط. صحيح. انما بتقعد تتمرن مده طويله بلا ماتشات فالموضوع بيبقى رخم صعب جدا. فان انت تقدر توصل للمرحله دي ان احنا الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمنا بالسيزون ده على الورق تمام، او اللي يشوف السكورات يفتكر ان النتيجه سهله. لا. اغلب الماتشات 3-0 3-0 1-1 3-0 حاجات كده، هي النتيجه كده. انما الماتش نفسه من جواه تمام، احنا قاعدين بره اللي بيلعب او اللي قاعد الكوتش او الدكه ميتين تمام. حلو الكلام ده. ميتين من الشده، من الماتش بيخلص في اخر نقطه، بيخلص في اخر نقطتين. الموضوع رخم يعني، او مش رخم يعني، الموضوع مش عايز اقول لك شده اعصاب اكتر من اللعب نفسه. صحيح. تمام. فالحمد لله رب العالمين يعني النتيجه مفرحنا كلنا. صحيح. يعني فرحت جمهور النادي الاهلي كله، عاملين حاله حلوه يعني، ترس الطاوله بامانه، عاملين حاله حلوه كابتن بصراحه. اللهم لك الحمد يا رب. الحمد لله رب العالمين، ربنا يجعلنا دايما عن حسن ظن الناس كلها يا رب. حقيقي يا رب. ويمكن يجي لك برده عمر، يمكن السنه دي برده كانت سنه طويله. هسالك يعني كتقييم لنفسك كده، يعني هل انت دخلت السنه خرجت منها باللي انت كنت عايزه، ولا كان في اكتر من كده؟ انا بتكلم على مستوى النادي الاهلي، مستواك الشخصي، على المستوى الشخصي شايف السنة بالنسبة لك من السنين اللي مش هتنساها، ولا شايفها ازاي؟ هي من السنين اللي مش هنساها، عشان انا يعني شاركت في الدوري في المجاميع الاول، بعد كده قبل ما نسافر معسكر السعودية حصل لي كسر في صباعي فقعدت شهر وما لحقتش الدورتين المجمعتين مع الفرقة، بس يعني كنت طبعا
طبعا رحت لهم لما في الدوره الاولى بصراحه رحت لهم و طبعا جالك صعبه اصابه كسر في الصباع دي مش هتعرف تمسك المضرب مش هتعمل اي حاجه في ايدي الشمال وانا اشول فالموضوع كان صعب شويه بس انا مش هنساها بس يعني الحمد لله دلوقتي احسن وبدات ان انا اتمرن يعني وان شاء الله ابقى موجود يعني السنه الجايه. اشرف دايما زي ما قلت انا في البدايه بيثق فيك يعني الراجل بامانه شايفك من اللعيبه رجاله اللعيبه اللي بتبقى مخلصه في الملعب ومخلصه بره الملعب فاحنا مش قايلين عليك سواء اصابه او عدم اصابه انت كنت ماشي كويس جدا وكنا متابعينك بشكل جيد جدا جدا الاصابات دي قدر من عند الله سبحانه وتعالى ولكن اللي في ايدك ان انت تقوم تاني على رجلك ان شاء الله ما شاء الله. ان شاء الله طب إيه؟ يعني عندك ايه القريب يعني خلاص بدات تتمرن ايه حاجه قريبه في بطوله عايز تروحها في حاجه قريبه لسه يعني انا لسه يعني هبتدي الاول تمرين بعد كده يعني ان شاء الله اللي جاي هبتدي فيه ان شاء الله ان شاء الله تبقى جاهز لكل حاجه واهم حاجه الفيزيكال ده اهم حاجه ان شاء الله ان شاء الله محافظ على نفسك يا رب ان شاء الله بيها لاجي لك يمكن السنه دي برده كانت سنه موفقه ليك الحمد لله يمكن بداناها شويه من ورا الاولمبياد يعني اكيد يعني وسام على صدر اي لاعب انه شايف الاولمبياد حتى لو ما لعبش دقيقه مجرد انه اسمه اتحط في لعيب اولمبي شرف كبير جدا فانا بتهيألي ما اعرفش رايك ان كانت سنه يعني سعيده عليك رايك ايه؟ طبعا يعني كنت مبسوط زي ما حضرتك قلت يعني موضوع الاولمبياد ده حتى لو ما شاركتش فيه دي شهاده فعلا انا اعتز بيها انا وسام على صدري طبعاً. بعد كده طبعا شاركنا في الانديه العربيه الحمد لله قدرنا ان احنا نفوز يعني نفوز باللقب يعني وكنا احنا حاملين بيه وقدرنا الحمد لله في ماتشات الجميع ماتشات الدوري اللي كابتن سيد اتكلم عليها بعد كده الحمد لله توجنا بالدورات المجمعه وشاركنا كمان مع منتخب مصر في الكاميرون في بطوله افريقيا صحيح كان معايا شادي فالحمد لله طبعا كان موسم الحمد لله الحمد لله يعني كان ناجح يعني الحمد لله ويمكن هو يمكن توافق توقفات اللي قال عليها كابتن سيد لان انتوا توقفتوا فتره طويله جدا وكان انتخابات الاتحادات وبعد كده جت برده كورونا عطلت الدنيا شويه بالظبط فده كان موسم صعب طب انت بتعمل ايه يعني انتوا كلاعيبه لما بيبقى عندكم مفيش ماتشات خاصه ان تنس الطاوله حلاوتها في ماتشات طبعا معلش يعني مهما اتمرنت الماتش ب 50 تمرين طبعا كنتوا بتعملوا ايه؟ لا وانا كنت محظوظ شويه زي ما كابتن سيد قال لحضرتك ان انا كنت بلعب في الدوري الاسباني السنه دي فطبعا الموسم في مصر توقف من شهر 10 وبعد كده رجعنا شهر 5 بس احنا كنا محظوظين شويه ان احنا عندنا مشاركات طبعا. في الدوري الاسباني فالحمد لله كنا محافظين على الفورم يعني الحمد لله وكورونا ما كانتش مأثره على الدوري يعني الدوري الاسباني او الدوريات اللي في اوروبا كورونا ما كانتش مأثره لا اثرت طبعا لا اثرت شويه على في العالم كله كانت مأثره وفي مصر وفي اسبانيا وقفنا شويه بس هم في يعني في اسبانيا الدنيا فتحت اسرع شويه صحيح. من مصر فالحمد لله يعني طب السنه دي برده ان شاء الله انت وكابتن سيد ناويين برده تطلعوا بره تلعبوا لكم برده في دوري ثاني ولا على حسب لا انا مكمل في اسبانيا مكمل. وان شاء الله يعني كابتن سيد يكمل برده مكمل برده سيد في اسبانيا ان شاء الله ربنا ييسر ان شاء الله في كام حاجه كده بشوفها وان شاء الله باذن الله انا يعني مرتاح في اسبانيا وفي احتمال يبقى تركيا لان تركيا الميزه عندها ان ماتشاتها اكتر تمام بدور على ماتشات اكتر انا بدور على ماتشات اكتر انا ما بلعبش بطولات محليه ف يعني بلعب دوري او دوريات بس عشان انا انت عارف قصه الاعتزال والكلام ده فانا الماتشات بالنسبه لي دي اهم حاجه فلسه باوزنها كده واشوف اللي هيبقى احسن لي ناكد لك الخير يا رب ان شاء الله بس خليك مع بيلي برضو وهنسوا بعض يا حبيبي ما كان حبيبي في سنه كنا المفروض هنلعب مع بعض بس الحمد لله ما تمتش هو هيلعبك ماتشات زياده يعوض لك الماتشات يعني تروح انتوا الاثنين تعملوا ماتش ما احنا بنلعب مع بعض قبل يعني قبل ما نسافر بمليت الماتش انا لعبت معاه سنتين في تركيا كان هو في نادي وانا في نادي ولعبت برضو معاه سنتين في اسبانيا فالحمد لله يعني باذن الله هو وشه حلو عليا الحمد لله هو وشه حلو على بعض لا بالظبط عايزين دايما وشنا كلنا حلو على اسبانيا خلي بالك انتوا رحتوا اسبانيا جالنا بقى مستر اجوستي وتدخل الدنيا بقى هو كان تقريبا في سدد هناك رحتوا مدرب الهاند بول من اسبانيا اسبانيا كان مستر داني وكمان يعني سامع برضو الكلام يعني مش عايزين نسبه لما نادي الاهلي يعلم برضه في اسبان جايين فالدنيا يعني ما شاء الله انت رحت هناك عملت سمعه كويسه جدا بقالك بس مصر دي بتاعتنا الحمد لله حبيبي يا كابتن طب خلينا نروح لكابتن شادي برضه الحمد لله موسم موفق ليك الحمد لله يعني برضه نفس الكلام اللي قلته لعمر هل انت طالع من الموسم راضي عن نفسك ولا لسه عندك المزيد ممكن تقدمه يا شادي والله هو يعني الواحد بيبقى راضي اكيد بان اي نتيجه يعملها كويسه بس بيبقى عنده دايما حافز وعنده الهدف او عنده تارجت قدامه حاطه مقومات النجاح طبعا اكيد يعني نوعا ما الحمد لله راضي عن النتيجه راضي على النتيجه مع النادي او مع الحاجات الفرديه البطولات الفرديه بس اكيد الواحد دايما بيبقى عايز يكسب كل البطولات مع النادي او البطولات الفرديه اللي بيدخلها وده دايما طموحي مع النادي سواء مع او مع منتخب فالحمد لله نوعا ما راضي عن ادائي سواء كاداء او كنتيجه فالحمد لله الحمد لله دي اهم حاجه واهم حاجه ان انت قلت كمان قبل الرضا انا مطلع ان انا ابقى احسن اكيد مطلع ان انا ابقى اطور نفسي اكتر واكتر
طيب خلينا نتكلم عن السنه دي. السنه دي نقول نتكلم عن الدوري المحلي، اكيد كان في منافسين اقوياء، كان في نادي يعني كابتن سيد لفت نظرنا لحاجه مهمه جدا، الجمهور بيشوف 3-0 3-0، بس 3-0 خش بقى في تفاصيل الاشواط والمباريات والجيمات اللي قصاد بعض، لا بتلاقي المكسب بشق الانفس لانه كان في منافسه قويه. اكيد شايف السنه دي المنافسه القويه كانت جات لنا منين؟ هي المنافسه بصراحه كانت يعني السنه دي كانت مختلفه عن السنين اللي فاتت شويه، اولا لان كل الانديه كانت جايبه محترفين، سواء يعني نادي الزمالك كان جايب محترف برازيلي، الانديه الباقيه جايبه محترفين من العرب، بس كلهم يعني لعيبه كويسه، في منهم لعيب منافس كويس لينا يعني مش زي مين يعني الزمالك جايب لعيب برازيلي بس هو شكله صيني. بالظبط هو ياباني اصلا، هو ياباني اصلا يعني كمان متجنس. يعني طب هو برازيلي شكله صيني بس هو ياباني، ياباني كويس حلو يعني الموضوع كله كده ماشي ماشي في اتجاه ان هو يعني لعيب قوي. بالظبط. طب مين تاني من الانديه جايب؟ كان في نادي الحوار كان جايب زيد من الاردن، ده لعيب رقم واحد في الاردن هناك. كان في مرتضى من البحرين، ده كان مع نادي رباط الانوار. كان في انور صح؟ انور البحرين اسماعيلي، من البحرين كان مع نادي الاسماعيلي. طب ليه لجأوا للعيبه العرب؟ يمكن عشان المقابل المادي سهل ان هم يجوا، خصوصا القرب يعني الموضوع مش بيحتاج مش وكمان مش هيبقى مكلف زي ما يبقى يجيب لعيب اوروبي او لعيب صيني طبعا يعني. فانت شايف الدوري السنه دي كان في كومبيتيشن كبيره عشان كان في فعلا كان مختلف عن السنين اللي فاتت، كان اقوى، وفعلا فعلا يعني مش ده مش كلام بس فعلا كان اقوى ومنافسه كانت احسن وكانت ممتعه اكتر. يعني احنا بنلعب الزمالك في الفاينل، كان فعلا مش يعني طبعا اكيد السنين اللي فاتت كانت صعبه وقويه اكيد، بس المنافسه دلوقتي زادت اكتر، ده ما يقلش من قبل كده وما يقلش من اللعيبه قبل كده طبعا، بس السنه دي كان ليها طعم وكانت ممتعه اكتر فعلا يعني. بوجود المحترف البرازيلي كان الموضوع قرب اكتر وبقى الموضوع فيه صعوبه اكبر، فطبعا كان المتعه ان احنا نكسب الزمالك السنه دي او ناخد الدوري عموما السنه دي كانت ممتعه اكتر بكتير. البيلي اللي لعبت قصاده انت بيلي صح؟ البرازيلي؟ يعني الحمد لله طبعا هو يعني هو لعيب جامد طبعا، هو حاجه و50 على العالم. كان دخل الثمانيه في الاولمبياد، دخل الثمانيه في الاولمبياد وكسب ارونا. كان 2-0 طبعا، كنت اتمنى ان انا اكسب بس الحمد لله يعني محمد شومان كسبه الحمد لله في المباراه الاولى، فالحمد لله اللي احنا اهم حاجه كسبنا المباراه كلها. ده انت اهم حاجه، وانت كمان عملت جيم كويس جدا يعني. انت في يعني كنت يعني جيم شكلك في الملعب كان حلو. احنا على فكره بالمناسبه كنا زي ما قلت لك كان عندنا حلقه ابطال وكنا بنروح على الهوا نشوفك بتلعب ايه وبعمل ايه وتنرجع لك طبعاً. بس كان ماتش سريع. الحمد لله. وشفنا بقى الكباتن قاعدين بره تسقيف، انا افتكرت الكلام اللي بيقوله كابتن تسقيف وتشجيع، انا قلت ده ولا كان ماتش كوره يعني. صراحه الروح كانت حلوه بتفرق يعني بصراحه يعني بصراحه كان حلوه خصوصا ان كان صعوبه الماتش هو اللي خلت الروح كمان اعلى يعني. ده حقيقي فعلا يعني كان كل اللي بره قلبهم على اللي جوه اكتر من اي حد. طب شادي انت شايف ان احنا محتاجين محترف؟ والله الحمد لله كنتائج احنا بتقول ان احنا مش محتاجين يعني النتيجه في سواء في الانديه العربيه خدناها بصعوبه. احنا كان جانا جه معانا يعتبر محترف بس عمر عصام ما يعتبرش محترف من هو ابن النادي طبعا. في الدوري احنا لعبنا من غير محترف فدي برضو حاجه. اقول لك على حاجه، بسم الله ما شاء الله، مش بقول الكلام ده عشان والله انت عارفين انا بحب الفريق ده ازاي يعني، بس فعلا انا الفرقه كلها محترفين بامانه ربنا يخليك. ودي حقيقه يعني كل اللي بيلعبوا كابتن سيد، ويمكن انت كابتن الفريق وما اعرفش يعني طبعا شهادتك مجروحه خلينا لو بس بامانه كل النجوم اللي في الفرقه انا بقول لا ده احنا نصدر ما شاء الله. هو احنا الحمد لله زي ما بقول لحضرتك ان احنا في عندنا ناس محترفين اوريدي تمام، بنلعب بره في دوريات كويسه ويعني بناخد خبرات وبنتعامل مع لعيبه جامده كتير. زي ما شادي قال مثلا في الانديه العربيه احنا جمعنا عمر عصر تمام، طبعا اضافه كبيره بالنسبه لنا والدنيا بتبقى هو بيسهل علينا الموضوع تمام. انت الميزه في النادي الاهلي في العموم حاجه مهمه قوي ايه بقى تمام، ان اللي بيقع في حد بيسنده تمام، انما مثلا في انديه كتير اللي بيقع خلاص شكرا ده هو بيبقى خلص الموضوع والفرقه خسرت. الفرقه مبنيه على واحد، فرقه النادي الاهلي مبنيه على الثمانيه اللي متسجلين في القائمه تمام بتاعه الدوري، مبنيه على الكل مش مبنيه على واحد. نعم. وده الحمد لله رب العالمين ده موجود في النادي يعني، سواء لو سيد خسر البيلي بيكسب، لو البيلي خسر شادي بيكسب، شادي خسر عمر خالد شومان مروان اي حد موجود في الفرقه. انت قصدك من سكواد يعني سكواد كافي سكواد اي حد يعني تعثر في ماتش او ما توفقش في ماتش
تمام. اللي بعديه اللي بعديه بينزل شايل هم اللي خسر ده عشان. فبيلعب بحماس وطاقه زياده قوي تمام عشان يعوض الخساره ما تبقاش هو خسر فانا انزل ابوظها انا كمان. خليني بقى اقول البوست اللي انت كتبته. انت قاعد بتكلمني وانا بطلع البوست يعني كابتن سيد كتب بوست الحقيقه على صفحات التواصل الاجتماعي عامله قلبان كده يعني بص عامله حاله كده حلوه. خليني اقرا لكم البوست وشوفوا يعني تنس الطاوله طبعا كابتن الفريق فكروا ازاي. كابتن سيد بيقول ايه؟ ان الواحد يكون بيلعب عشان الفلوس او عشان فرصه دي حاجه شخصيه وحق وحريه وظروف كل واحد وعقليته بتحكم تمام فير انف. انما تلعب للانتماء ده متعه ما يعرفهاش غير المنتمي لمكان. ولما بتلعب للاهلي انت بتاخد فلوس وبتشيل مسؤوليه وبتتمتع وبتتشهر وبتعمل بطولات وانجازات تعيشك العمر اللي ربنا كاتبه لك تفتخر بيها ليك ولاولادك واحفادك. بالنسبه لي هو بيتكلم عن نفسه الاهلي فوق الجميع. اسطوره ابو السيد. لا انا هقول لك على حاجه الكلام طلع من القلب. دي حاجه تخصني انا مش بلمح فيها على اي حد لان في ناس خدوا الكلام ده على الانتقال بتاع مروه ومريم ربنا يكرمه ويوفقهم على محمد الشرباجي ربنا يكرمه ويوفقه. انا القصه بتاعتي النادي الاهلي ماليش علاقه خالص باي احداث خارجيه او حد مشى من النادي او حد زي محمد مثلا هيلعب بجنسيه تانية تمام. كل واحد له ظروفه تمام. انا القصه بالنسبه لي النادي الاهلي تمام. انا جميل كمان انت قلت الانتماء لي طعم ليه طعم تاني. انا ببقى مبسوط قوي وانا بقول سني يعني تمام. انا عندي داخل على 43 سنه ما شاء الله تمام. ان انا موجود في فريق في السكواد بتاع النادي الاهلي ده شرف ليا. دي حاجه. الحاجه الثانيه ودي مهمه قوي بالنسبه لي انا مقضي في الاهلي 20 سنه تمام. احسب بقى انا عندي 7-8 ما كنتش لعبت وكمان لعبت 7 سنين في سبورتنج وبعدين جيت النادي الاهلي. انا من النادي من يوم ما جيت النادي الاهلي تمام. وانا فعلا كل يوم عن يوم انا بحب النادي يعني يوم انا هقول لك يوم ما انا جيت النادي الاهلي ما كنتش بفهم في كوره واهلي وزمالك والكلام ده ما كانش اهتماماتي. انا كنت لسه صغير عندي يمكن 19-20 سنه ومركز في البينج بونج بس ما اعرفش اي حاجه تاني تمام. لما جيت الاهلي وشفت الناس وتعاملت معاهم وشفت الاحترافيه اللي هم بيتعاملوا بيها تمام. لا انا طب ايه اللي ممكن يكون يعني نادي تاني في مصر بيقدم الحاجات دي تمام عشان واحد رياضي يقدر يشق طريقه ويوصل للهدف بتاعه. الحاجات دي موجوده النادي الاهلي. حسيت بيت بالنعمه. ويمكن ده كابتن اللي يفسر ليه حضرتك لغايه السن ده بتلعب. ان يعني انت متمسك بهذه النعمه ومقدرها فاللي بيصون النعمه ربنا بيديله. الحمد لله ربنا جعلنا يعني من الناس اللي بتصون النعمه. بس دي والله يعني لا بقى جامل في النادي ولا الكلام ده. يمكن الحمد لله رب العالمين يعني بفضل الله يعني اللي عملته واللي ربنا كرمني بيه مش هقدر اعمل قده اكيد. بس هي الفكره كلها ان انا فعلا يعني انا كسبت مع النادي الاهلي وخسرت مع النادي الاهلي تمام. ودي من الحاجات المميزات الكبيره قوي في النادي تمام. انت لما بتكسب مع النادي الاهلي بيقول لك الف مبروك ربنا يوفقك تمام وكمل تمام. لما بتخسر مع النادي الاهلي اول حاجه بيحاسبوك عليها تمام بيقول لك انت خسرت ليه تمام. سواء الاداره او الاداره الفنيه او الكلام ده ايه اسباب الخساره عشان نتلاشاها ونعالجها وما يبقاش فيه خساره المره الجايه. انما اللي بيحصل في اغلب انديه تانية وبتاع انت خسرت ليه ما والله ظروف حصل كذا كذا كذا. طب تمام تلاقي نفس السنه نفس الظروف السنه اللي بعد السنه اللي بعدها نفس الظروف. النادي الاهلي بيتعلم من تمام. انما بيبقى فيه غلط نعالج الغلط. يعني النادي الاهلي مستحيل يكون نادي او مستحيل تكون منظومه في العالم كله من غير اخطاء. فاكيد النادي الاهلي بيخطئ تمام. بس لما تكون بتخطئ وتصلح الاخطاء تمام ده صح. انما بتخطئ وبتعيد الخطا مره واثنين وثلاثه موضوع ثاني بقى. صحيح. الله يفتح عليك يا كابتن. عمر اجيلك انت هتعمل حاجه اتفضل. يعني والله يا ريت يبقى كلنا فعلا نعمل ربع اللي سيد عمله سواء النادي مش بقول والله عشان هو قاعد بس فعلا تاريخه سواء مع النادي او مع منتخب اي حد يتمنى يعمل ربع فعلا. انا مش بقول كده عشان والله يعني ربنا يبارك فيك يا رب. لا والله بجد دي هو يستاهل اكتر من كده. اخونا الكبير اخونا الكبير فعلا. الجميل ان يعني كابتن فريق محبوب كده دي حاجه بتدي روح. لا هو يستاهل كل خير. وانت اكيد يعني بتقدم اللعيب على نفسك عشان كده هم بيحبوا. هم اخواتي فعلا بمعنى الكلمه. وانا الحمد لله يعني كل واحد فيهم ليهم ذكريات. يمكن شادي عشان اصغر واحد في اللي موجودين حاليا دلوقتي. شادي انا فاكر وهو مش عارفش بيزعل. شادي انا وقفت له تحت 12 سنه
كان في يعني عدد المدربين اقل من عدد اللعيبه اللي بتلعب، فقالوا لا ما مرنتوش. فالمدربين عشان هو عنده ماتش وكان لسه تحت 12 سنه قالوا لي قالوا لي خد انت شادي وقف له. تمام، كان لسه قد كده والله. تمام، البيالي البيالي كان يوم ما كان هو في تفاوض ان هو يجي معانا النادي الاهلي، دكتور علاء مشرف كلفني ان انا اقعد معاه واتفاهم معاه. تمام، من ده من يعني تقريبا يمكن كان بقالي لسه سنتين في النادي الاهلي او حاجه. تمام، عمر بدير اللي هي معاه نصايب وحاجات كتير عملت يا عمر عنيف هو شويه، بس هو الحمد لله رب العالمين يعني كلهم بما فيهم عمر عصر، خالد عصر، الفرقه كلها، شومان طبعا انا اللي مربيه محمد شومان. تمام، كلهم بالنسبه لي اخواتي صغيرين. تمام، مش انا كابتن فريق عليهم او ان انا كبيرهم ولا حاجه، كبيرهم في المواقف اللي محتاجين فيها كبير كلاعب. طبعا لو يحتاجوا لك هيلاقوك طبعا، ده اكيد اكيد. خليهم هم يتكلموا معايا. شوف لا يا كابتن، لا هضربونا انا. لا انا عايز اخد كلمه بس طبعا كل نجم منكم يعني يعني طموحاته في دقيقه، يعني انت عايز توصل لايه؟ ايه هدفك؟ اتفضل يا عمر. يعني انا هدفي ان شاء الله ان انا ابقى افضل مكمل في النادي، يعني انا ممكن بقالي 22 سنه دلوقتي ما شاء الله، فعايز ان شاء الله ان انا افضل موجود في النادي الاهلي في النادي ان شاء الله. ويعني ممكن طول ما انا كنت موجود خسرنا بطولتين مثلا بكثير، ومش عشاني لا، هو عشان زي ما كابتن سيد كان بيقول الفرقه كلها بصراحه يعني السكواد كله جميل. فانا ان شاء الله نفسي ان انا افضل مكمل مع النادي ونفضل ناخد البطوله كلها ان شاء الله، كمل وتبقى في احسن فورمه ان شاء الله. كابتن سيد طموحاتك ايه؟ انا طموحاتي كلاعب بتبتدي تقل شويه. تمام، عشان الموضوع كبير شويه. يعني انا ليا طموح شويه بس يعني والله برضو ما هي لا مجامله ولا كلام اللي بيقولوا عليه كلام انشا والكلام ده. انا فرحان السنه دي جدا 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 ان اللي لعبوا الماتش انا ما كنتش فيه. تمام، وفرحان قوي قوي يعني سواء بمكسب شومان او لعب البيلي ومكسبه او لعب شادي. تمام، وان شاء الله باذن الله انا طموحي نفسه ان هم يكملوا كده ويبقوا احسن من كده. طموحك كده الله يفتح عليك. والله دي حقيقه والله، ويعني يا رب. عرفت ليه بقول له بقى ان هو اخونا الكبير؟ لا انا اقول لك لا ربنا يكرمك. لا والله هقول له ربنا يكرمك على قد كرم الله سبحانه وتعالى، لانه انت يعني ولو زكيك على الله سبحانه وتعالى ان انت اكيد حاجه تشرف. ربنا يبارك فيك يا حبيبي، ربنا يعزك حبيبي. اللي بقى جيلك طموحاتك ايه ونفسك ايه اللي نفسك فيه؟ والله نفسي برضو اللي احنا نفضل مكملين مع الاهلي كده، برضو النادي اللي احنا نكسب كل حاجه ان شاء الله نشارك فيها سواء دوري او كاس او بطوله عربيه او افريقيه. ومع منتخب مصر نفس الكلام كده ان شاء الله، الاستعدادات القادمه كلها ان شاء الله نعمل حاجه ان شاء الله في البحر المتوسط ان شاء الله. نحاول رايح انت ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله يا رب نحاول ان شاء الله نلعب على ميداليه ان شاء الله. ان شاء الله عندنا افريقيا برضو اخر السنه، نحاول ان شاء الله نحافظ على اللقب برضو وبطوله العالم. وان شاء الله بقى الحاجه الاكبر في باريس ان شاء الله لو في نصيب، يعني ان شاء الله اللي احنا نروح اللي احنا ان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه يعني. البحر المتوسط كمان 15 يوم ان شاء الله، يوم 25 والحلم الكبير الاولمبياد وانت قدها باذن الله ان شاء الله. ربنا يخليك شادي، يعني نفسك في طموحاتك لسه ان شاء الله العمر قدامك وربنا يديلك. يعني طموحاتي هو مش حاجه ازيد من الكباتن الكبار بتوعنا قالوها، بس يعني طبيعي ان الواحد عايز يبقى دايما موجود بصفه اساسيه مع الاهلي، يكون دايما ليه دور مؤثر في كل الماتشات او في كل البطولات سواء مع النادي او مع المنتخب. دايما يعني احاول، انا الحمد لله دلوقتي تصنيفي رقم واحد، عايز احافظ على تصنيفي. يا رب ان شاء الله. بتشرب كده بس بص انا مش عايز اضحك والله يا كابتن، الكاميرا عليك الكاميرا عليك ان شاء الله تبدا رقم واحد يعني ان شاء الله يا الواحد يحافظ على ده. كم سنه شادي؟ 26. ربنا يوفقك يا رب. ربنا يخليك ان شاء الله. ربنا يخليك ان شاء الله. نورتني وشرفتني يا شادي، بنور حضرتك بالتوفيق ان شاء الله. احنا بس يعني مش يعني احنا لسه في تقليدنا التورته هنعملها ده بس ايه بنختم الفقره، بس ان شاء الله بعد كده بعد جهاز الفن هيكون معانا تورته. بشكرك يا شادي، شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا كابتن ايسام حبيبي والله. بالتوفيق وبشكرك، نورتني وشرفتني. ربنا يخليك يا كابتن ايسام، شكرا حبيبي. كابتن سيد نورتني وشرفتني، نورت الاستوديو كله كابتن. الله يكرمك كابتن ايسام، ربنا يبارك فيك يا رب. بالتوفيق يا رب ان شاء الله لينا كلنا ان شاء الله. ان شاء الله عمر نورتني وشرفتني، وان شاء الله السنه الجايه تعمل موسم كسر الدنيا ان شاء الله. ربنا يخلي حضرتك. شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل عشان بعد الفاصل ينضم لنا الجهاز الفني.
للرجال والسيدات برئاسة طبعا كابتن أشرف فتاح. هنعرف منهم كواليس الفوز والموسم الطويل ولكن بعد الفوز.